خير. انا اسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا جماعي، في ايه؟ قتلته يا ام الخير، قتلته. هو مين؟ رشد الباجوري. يا لهوي، واحنا قد رشدي ولا الباجوريه كلهم يا ضنايا؟ ولو كانت دي كده 100 مره، عاوز يخطف سميحه بنت عمي واسيبه يتهنى بيها. طب هتعمل ايه دلوقتي يا ابني؟ دي الحكومه كلها معاهم. ده قضى ومكتوب يا ام الخير. حكم عليك بالغربه العمر كله يا ضنايا. الغربه في كل حته يا ام الخير. خلي بالك من سميحه. هتروح فين دلوقتي يا ضنايا؟ اهرب على مصر ولا الصعيد لغايه ما الحكايه تهدى. الباجوريه ايدهم طايله يا ضنايا، لو رحت في اي حته هيجيبوك. لا انت ما عدلكش وقعد في البلد دي خالص، مالكش غير بلاد بره. على كل حال ما تشيليش هم يا ام الخير، انا مهندس واقدر اشتغل في اي حته. اشوف وشك بخير. ينجيك يا ضنايا ويجعلك في كل خطوه سلامه. عادل ابني. عارفة يا عمتي، بابا حكالي على كل حاجة قبل ما يموت. الله يرحمه، عاش غريب ومات غريب. كان دايما بيكلمني عنك، كان بيحبك قوي. كنت حاسة رغم السنين اللي فرقت بينا. اسمعي يا نادية، انا رأيي انك تقعدي معانا لغاية بيتك ما توضى، وانا بنفسي حشف على العملية دي. بس انا عاتبة عليك يا بنتي،
ايه الكلام اللي انت كاتباهولي في الجواب بتاعك ده؟ ارض ايه اللي انت عايزه تبيعيها؟ احنا عندنا حد يفرط في ارضه؟ انا اسفه يا عمتي، ماليش مكان هنا. ازاي تقولي الكلام ده يا ناديه؟ وانا رحت فين؟ انا طول عمري كان نفسي يكون لي بنت، وانت بنتي. الحمد لله على السلامة. بقول لك ايه؟ قلت لك اسمها نادية يا رشدي. ايوه سميحة قالت لي انك تربيتي في داخلية. هو المرحوم ما كانش عنده بيت ولا ايه؟ رشدي؟ لا طبعا عندنا بيت، بس لما ماما ماتت ما كانش ممكن يرعيني. هو كان بيشتغل ايه؟ بابا مهندس في شركة ملاحة. اه بمناسبة الشركات يا باشمهندس، ايه الاخبار الهباب اللي انا سمعتها دي؟ اخبار ايه يا بابا؟ انك ناوي تستقيل من الحكومة. يا بابا انا فعلا استقلت. بتقول ايه يا ولد؟ بقى تسيب وظيفتك وتشتغل مع ناس نصابين؟ يا بابا انا قلت لك 100 مرة ان الناس دول مش نصابين، والمصنع اللي هيتبني ده اهالي البلد دفعوا فيه كل اللي حلتهم. انت مالك ومالهم؟ بصراحة يا بابا أنا شايف إن مستقبلي هيبقى معاك. مستقبلك؟ أنت ابن رشدي باشا الباجوري هيبقى من الجرابيع دول؟ أنت ناسي إن هما دول اللي سرقوني؟ هما دول اللي الثورة اديتهم أرضي؟ لكن معلش، أهل أيام دارت وكل حاجة ابتدت ترجع لحالها. يا بابا أرجوك بلاش الأوهام اللي أنت عايش فيها دي. صدقني أنا خايف عليك. خايف عليا ولا خايف على روحك أنت والجرابيع بتوعك؟ وبعدين يا رشدي؟ ما هو أنت كمان معاهم. انا عارف الوحيد اللي فاهمني في العيله دي كلها وحاسس بيا هو رمزي، وهو ده ابني الحقيقي. والله ما حد خسر الولد ده الا كلامك الفارغ اللي مليت بيه دماغه. رمزي؟ نادية؟ محدش يعمل كده غيرك. انت مش خواجه ولا حاجة؟ ميرسي. الحمد لله على السلامة. انت عايزة ايه مني بالظبط؟ مش كفاية انك فضلت تزني على دماغي لغاية ما وافقت انها تيجي هنا؟ يا رشدي انا بطلب منك انك تعملها كويس، ما تنساش انها ضيفة عندنا. ضيفة عند بنتي؟ انت عارف ان انا مقدرش اشوف وشها. انت ناسي دي تبقى بنت مين؟ اسماعيل مات من زمان يا رشدي. افتكرت دلوقتي بس؟ معلش انا اصلي كان عندي مأمورية مهمة قوي. ايه يا بابا زعلان كده ليه؟ دول حتة تتخانقوا؟ حتة عيلة عايزين اعمل لها حساب. تجريبية؟ ايوه يا سيدي. ولا يهمك يا بابا. اديني وسختها لك. وسختها؟ حصلها كده وانا داخل بالعربية طرطشت عليها. رمزي بطل شغل الجنان بتاعك ده واسمعني كويس. البنت دي لازم تعملها زي اختك تمام، دي بنت يتيمة وما تنساش انها قريبتي. اوه الله عليك يا ولدي. استنى بس اهو. استنى يا بوب ده انا جايب لك اخبار. مش عايز اسمع حاجة. كنت فين يا رمزي؟ تدفع كام وانا اقول لك؟ انا بتكلم جد، كنت فين؟ كنت برشح بوب في الانتخابات. ورشحته؟ طبعا، ده انا كلمت له شخصيه مهمه جدا في الحزب. باشا، بس ايه باشا من التقال قوي. اسمه ايه الباشا ده؟ اسمه قاسم، قاسم السماوي. سماوي؟ طب فين كارنيه العضويه؟ ايه اهو. ايه ده؟ فكرني النادي الاهلي. معلش انا اصلا نسيت الكرنيه التاني مع الباشا اللي كلمتك عليه. يا ساتر، ده انا دخت على ما خليتهم يوافقوا ان بوب ينضم. اصله بصراحه مكروه قوي. رمزي
بطل قلة أدب. انت عايزين اقول لك ايه؟ بس انت اصلك مش مصدقاني. ده انا لما روحت هناك لقيت عالم امم عايزين ينضموا للحزب، ولما عرفوا ان انا ابن رشدي باشا الباجوري تفوا عليا. ولد، هي دي الحقيقه. بس انا برضو كلتهم. كلتهم ولا كلت فلوس ابوك؟ بصراحه بقى كلت الاثنين. المهم اني خليت لك بوب بقى عضو كبير قوي في الحزب. على فكره انت وابوك لازم تعملوا لكم حزب لوحدكم. انت بتقولي فيها؟ هيحصل قريب وهنسميه حزب المنتفعين الجدد. الله، امال فين الباشمهندس؟ هو مش كان معاكم؟ خرج من شويه. فهمت. تلاقيه دلوقتي ملموم على الجرابيع بتوعه. تعرف يا سالم، الخطوه الجايه على طول اننا نفتح سكه توصلنا للطريق العام علشان العربيات اللي هتحمل البضاعه. بالمناسبة يا عادل، انت عارف الطريق ده هيمر في ارض مين؟ عارف يا سيدي، في ارض ابويا. تفتكر هيوافق؟ ربنا يستر. انت اتجننت يا ولد؟ يا بابا، انا هجيب لك التعويض المناسب. تعويض ايه وجبت ايه؟ اوعى تجيب شيل حاجة زي ايه مرة تانية. الحمد لله على السلامة يا عدولة. تعالى سيدي شوف شعدولة بتاعك ده ناوي على ايه؟ خير اهو. حاطط عينه على حتة الأرض اللي فاضلة وعايز ينهاها. استنى بس يا بوب، ما تبقاش حامي كده، خلينا نفهم ايه الحكايه. روق عدوله وقول لي ايه الحكايه بالظبط. الحكايه اننا محتاجين نفتح سكه يا رمزي توصلنا للطريق العام علشان المصنع. جميل. ايه هو اللي جميل يا حمار؟ انت كمان السكه دي هتمشي في عرضنا. استنى بس يا بوب، ما انا عارف. ما هو احنا كمان هندفع التعويض المناسب، ما تنساش ان المصنع هيفيد البلد كلها. طبعا طبعا. انا بقترح يا بوب انك تديها لهم. انت بتتريق ولا ايه؟ انا بتكلم جد يا بوب. المصنع ده هيخدم اهالي البلد كلها، ومصلحة اهالي البلد هي مصلحتنا. ثم ما تنساش ان عدولة ابنك من المؤسسين في المصنع ده، وما يصحش انك تكسفه قدامهم. يعني ايه؟ يعني تبارك لعادل وتقول له روح يا هن اصحابه، انا عارف انهم بيستنوا نتيجة المقابلة دي على نار. انا مش فاهم حاجة خالص. روح انت عدولة بارك لاصحابك وانا هفهم. طيب بابا. طيب. يلا عادل، اتكل على الله. هن اصحابك. ايه اللي قلته ده؟ عيبك يا بوب انك حمل، وده مش كويس عشانك في المرحلة الجاية. مرحلة ايه وزفت ايه؟ ما تقول لي ايه الحكاية؟ أنا أفهمك. الحكاية إنك باختصار المثل الحي للرجعية المتعفنة في البلد كلها، وبالتالي فأنت إنسان مكروه جدا. ولد! أنت عايزني أقرع عليك ولا أقول لك الكلام المظبوط؟ قول لي اللي في دماغك وخلصني. حاضر يا سيدي. بما إنك مقبل على مرحلة سياسية جديدة، يعني باختصار هترشح نفسك لعضوية الحزب الجديد، فازاي هتنجح والناس كرهاك للدرجه دي؟ ها؟ والحل؟ الحل انهم يحبوك، وعشان يحبوك لازم تخليهم يفتحوا الطريق في الارض بتاعتك. مش كده وبس، ده انت لازم تتبرع بحته الارض دي في خدمه الصناعه والديمقراطيه الجديده. فكر يا بوب، دي مساله مصير، وبكره يا استاذ هعمل لك دعايه انتخابيه ما اتعملتش في كباريهات شارع الهرم. مش كده وبس، لا ده انا هخليهم يرشحوك رئيس مجلس اداره المصنع نفسه. بس المهم يا جميل، تفتح مخك معاه شويه. يا ابني ليه؟ تصور بقى، رشدي باشا الباجوري عضو البرلمان ورئيس مجلس اداره مصنع الاسمده العضويه، ونشوف لك كده كام جمعيه خيريه تمسك ادارتهم برضو عشان تكمل الوجاهه، وكل الفلوس اللي هتدفعها ليك. ليك انت؟ قصدي الادعاء الانتخابيه. ما انت بكره هتبقى في البرلمان وكل شويه تهبش لك هبشه تغنيك عن البلاوي دي كلها. بس بصراحه بقى، انت ناقصك شويه تمرين. تمرين؟ تمرين في ايه؟ في الخطابه. انت بقالك يجي 30 سنه مصدي. قوم يا بوب، قوم افرد طولك كده وهبهب واحزق وانت بتقول ابناء دائره الكرام. اهلا يا باشا، عاش من شافك يا عمر.
ازيك يا فجيه؟ الجماعه وصلوا؟ من بدري ومستنيينك يا باشا. اهلا يا عزير وشرفك. عرفت منين انها عزير؟ لانها جايه من اجنس طوالي. انهي اجنس فيهم؟ بتاع بحري. عيني على بحري. قريت القبه يا ابراهيم بيه؟ برافو عليك يا فرغلي باشا. ده انا متخيل كده الناس ايديها هتتقطع من التسقيف. يا سلام، منتهى البلاغه. ولا كاني سبت السياسه يوم واحد. فعلا. الحقيقه يا جماعه انا كنت فاكر انها راحت علينا خلاص زي سوارس، انما اتضح انهم ما يقدروش يستغنوا عننا بعد ما خربوها يا رشدي بيه. بيه؟ بيه يا فندي؟ انا مش قلت لك 100 مره ان انا كنت لازم اخد البشويه لولا الثوره؟ قولوا يا اسماعيل بيه. ما تزعلش يا رشدي باشا. يا ابراهيم بيه ما يقصدش يزعلك ابدا. قولي قولي، ايه افكارك اللي انت ناوي تعرضها في برنامج على النص يا بتاع؟ تحب تسمع ايه يا اسماعيل بيه؟ انا عندي افكار تسد عين الشمس. تصور بقالي 30 سنه بحلم. اول حاجه الارض اللي نهبوها من اصحابها لازم ترجع تاني. فعلا الغاء قانون الاصلاح الزراعي. مش كده وبس، احنا لازم نطلب تعويض عن المدة اللي فاتت كلها. لازم كل شيء يرجع زي ما كان. مفيش جمعيات زراعية، مفيش قطاع عام. فعلا الغاء القطاع العام. عرفونا بقاف عين. عين. شوفوا يا جماعة، الثورة وقعت في خطأ فاحش. بيقولوا ان احنا بلد صناعي. صناعي ده ايه؟ خلوا الصناعة لأربابها. إلغاء الصناعة، الميكنة. فعلا هي دي اللي جابت لنا الكافية. قال إيه؟ عايزين ننافس الصناعة الغربية. ولد أهلية. أنا عندي رأي يا جماعة، إحنا بلد بتاعتنا ممكن تكون أحسن بلد سياحية في العالم، فالمفروض إن الاقتصاد بتاعنا يتجه للسياحة. يعني البلد تتملي لوكندات، كازينوهات، كابريهات. حلوة الكابريهات دي، ركز عليها يا اسماعيل بيه. بس وحياتك ترخص لنا الويسكي. لا مش كده وبس، ده انا من رايي لازم بيوت الدعاره تتفتح رسمي وتبقى تحت اشراف الدوله، وده يبقى قاف عين. لا لا يا اسماعيل بيه، انت اراءك تقدميه زياده عن اللزوم. اعوذ بالله. ما هي كلها موارد للدوله يا ابراهيم بيه. لما الدولة تشرف عليها هتراعي الناحية الصحية وهتفرض عليها ضرائب إنتاج. أنا أضم صوتي لصوتك يا إسماعيل بيه. ملعون أبو التصنيع، التصنيع قال. فلتحيا اللوكندات، فلتحيا الكباريهات. السائح يا رشدي باشا اللي يجي بلدنا لازم يتمتع بكل حاجة فيها. الحكاية مش حكاية أثر وبس، لا 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 لا، لازم يتمتع بكله، كله. كله على كله. ولما تشوفه بقول له. يعني سايح من دول يروح بلدهم مفلس لكن مبسوط، تارك اثر. يا رايق انت يا رايق، اهو ده التخطيط ولا بلاش؟ امال ايه يا جماعه؟ هي السياسه لعبه؟ بيقولوا في المثل ادي العيش لخبازه ولو ياكله كله يا بسبوستي. يا سلام، والله زمان على الكلام ده يا جماعه. سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم. الله، انت ايه اللي مقعدك هنا يا حكم الزمن يا من امتى؟
من اول ما شفتك. وايه اللي عرفك ان هخش الاوضه دي؟ لان دي الاوضه الوحيده اللي لقيتها فاضيه. يعني انت مال ايدك مني اوي؟ طبعا. اشمعنى؟ لان الرجاله اللي بره كلهم مضروبين. انت باين عليك شقي قوي يا. الصيت ولا الغنى يا. زعلتي من كلام رشدي؟ هو كلامه بالطريقه دي؟ بالعكس، ده انا كنت متصوره انه هيقابلني اوحش من كده. على فكره انا بكره ان شاء الله هروح اشوف ده دمه الخير، وبالمره اشوف الارض بتاعتي. وماله يا حبيبتي؟ بس انا بكره مش هقدر اجي معاكي عشان جايلي ضيوف، لكن هقول لعادل عشان يجي معاكي. يا سلام يا عمتي، اما نفسي بشكل اشوف ام الخير. ياما بابا كلمني عنها. اتفضلي. انا عادل يا كلام الخير. خطوه عزيزه يا ولدي. اتفضل. مين معاك يا دناي؟ دي ناديه بنت عم اسماعيل. اسماعيل؟ ناديه؟ مش معقول. نظري قربي لي يا بنتي، قربي لي يا بنتي. ازيك يا دادا؟ شايفاكي بقلبي يا غالية يا بنت الغالي. بابا حكالي عنك كتير قوي. ابوكي ابني، ام الله يرحمها، فاتتهولي وهو عمره 5 سنين. تعالي استريحي، تعالي استريحي يا خالد، تعالي. الحبايب فاتوني وراحوا يا بنتي، لكن الحمد لله ربنا عوض صبر خير وبعتك ليا. استريحي. شفتي يا عادل؟ كل حاجة زي ما هي. الفرن، سبت العيش، والشباك البحري، والمرجيحة، كل حاجة زي ما سابها يا بنتي، زي ما تكون قاعدة مستنية يرجع. هي الأوضة الضلمة فين يا دادا؟ أنا نفسي أشوفها. فاكرة لما كنت بتاخدي بابا فيها وهو صغير في رمضان تأكليه والناس كلها صايمة؟ الله يرحمه، طول عمره كانت دماغه ناشفة، كان لسه عنده 6 سنين وعاوز يصوم زي الراجل الكبير. تعال تعال يا حبيبتي وانا افرجك معاك. سنين وانا بستنى اليوم ده يا بنتي. الحمد لله ان ربنا بعتك ليا قبل ما اموت.
ايه ده يا ديدا؟ دي حاجتك كلها يا بنتي، حجة الارض والدار، فلوس ابوكي، ايراد السنين اللي فاتت دي كلها كنت شايلهم له لغاية ما يرجع. بس ده كتير. خير ابوكي يا ضنايا، الا من حقي يا نادية يا بنتي. نعم. انتي قاعدة فين؟ قاعدة معانا يا خالة. طب وليه كده يا ضنايا؟ ليه ما جيتيش على هنا؟ ليه ما جيتيش على دارك يا بنتي؟ اصل الحقيقه انا مش هقعد كتير، هبيع الارض واسافر على طول. تبيع الارض ليه يا بنتي؟ كف الله الشر. هرجع اليونان بلدي. بلدك؟ بلدك ده ايه يا بنتي؟ ليك هناك ارض فيها؟ لا يا ديدا. خلاص ما تبقاش بلدك. بلدك هي البلد اللي يبقالك ارض فيها. شوفي يا دادا، انا هبيع الارض صحيح، لكن هسيب لك البيت زي ما هو، واي حاجه توزيها انا تحت امرك. الله يسامحك يا بنتي، انا خلاص العمر ما بقاش فيه واي حته تويني. انا بتكلمش عن نفسي يا نادية، انا بتكلم عليك انت يا بنتي. عاوزه تبيع ارض ابوكي اللي بقالي 30 سنه محافظه لك عليها. ده انا كنت فاكراكي هتزوديها. بس يا ريت، انا هعرف اعمل فيها ايه؟ ممكن تشرفي عليها وتراعيها واحنا كلنا تحت امرك. قول لها يا ابني خليها تحط عليها في راسها. المرحوم ابوكي قال لك بيعي الارض؟ لا. خلاص يا نادي، يبقى مش من حقك تبيعيها. شوفي يا نادي يا بنتي، الارض عندنا زي العرض، ما نفرطش فيها ابدا. انت بنت ابو عبد الله ولا بنت الخواجاية؟ بنت ابو عبد الله طبعا. انا يا دادا ما شفتش ماما. خلاص يبقى هنا بيتك ومطرحك، من الصبح تيجي تقعدي في دارك وتراعي مصالحك. ما كنتش متصورة اني حلق العواطف دي كلها. شفتي قد ايه دادا ام الخير بتحبك؟ ماما كمان بتعتبرك بنتها. احنا كلنا حبيناك يا نادي، مش ممكن نتصور ابدا انك هتسيبينا تاني بعد ما ابتدينا نشوفك في وسطينا ونتعود عليكي. لأول مرة في حياتي احس بالاحساس ده. عادل، انا ما بقتش ضايعة خلاص، انا بقالي وطن. محدش ممكن يقدر يحس بمعنى الكلمة دي إلا اللي اتحرم منها. أنا فاهم إحساسك ده يا نادية، وفرحان بيه جدا. بس أنا خايفة يا عادل. خايفة؟ خايفة من إيه؟ خايفة لحياتي تبقى زي حياة بابا. لا يا نادية لا، صدقيني لا. نادية، أنا هفضل جنبك طول حياتي. رمزي، قوم يا رمزي، بنتين بعد الظهر. ياه، هتفضل نايم لامتى يا اختي؟ سيبينا ماشي بقى. انت بتشبع من حاجه ابدا؟ قوم، ده انا لحقت انام لبكره اخر النهار. هدت هدت. هو الواد ده مش هيصحى ولا ايه؟ الساعه بقت 3. يوه يا باشا، مستعجل على ايه؟ ما تسيبه براحته. اكتر من كده؟ ما هو ماسكين طول الليل ما نامش. عارف، سامعه، صباحي ابن الباجور. يا لهوي يا رمزي، ايه اللي انت عامله في روحك ده؟ اسكت انت. صباح الفل يا بوب. ايه اللي انت لابسه ده؟ اهو ايه؟ لقيته قدام يا بوب. هي اي حاجه تلاقيها قدامك تلهفها كده؟ مفيش يوم مرحميني. ابن الوز يا بوب. بوب، امشي هات له حاجه البسها. حاضر يا بوب. امشي. حاضر. الظاهر انها هترسي انك تشتغل هنا مع فكيها. اهلا. صباح الخير يا باشا. صباح النور يا اختي.
يا لهوي يا ابني ايه حته قشطه مصفيه مش زي الجاموسه القرشانه. بعدين يا بوب هنقطع على بعض؟ ما قلتليش نويت على ايه؟ في في الانتخابات يا ابني. الانتخابات لسه بدري عليها. بدري مين يابا؟ احنا لازم نبتدي من دلوقتي. انا خلاص بقيت على الحديده. ما عندكيش فكره يا نادية قد ايه احنا تعبنا في تجهيز الارض دي وحفر الاساسات. زي ما انت عارفه يا ناديه دي كانت ارض ابويا يعني ارض زراعيه صعب عليها بنى مصنع كبير زي ده. طبعا زي ما انت عارفه علشان منسوب الميه عالي. لكن الحمد لله يا ناديه ادي احنا حققنا فكرتنا اللي كانت في يوم من الايام مجرد حلم. الحكومه ساعدتكم؟ لا، المصنع ده اللي عمله اهالي البلد كلهم. كل واحد ساهم باللي يقدر عليه. ناس اتبرعوا بالارض وناس اتبرعوا بالفلوس. بقول ايه يا عادل؟ انا مش خلاص بقيت واحده من البلد؟ طبعا يا نادي، ودي عايزه كلام؟ عشان كده انا هحط كل فلوسي معاكم. إخواني، أقدم لكم بكل فخر الرجل الذي عاد، أحد الذين قالوا وسيقولون لا وألف لا. أقدم لكم بكل فخر المناضل الكبير والوطن الشريف. أقدم لكم بكل فخر العدو الأكبر للاستعمار والاشتراكية والرجعية والديمقراطية والإمبريالية. تحيا يا الإمبريالية! تحيا يا الإمبريالية! ما كنتش أعرف إن يا رمزي أخوك خطيب فصيح للدرجة دي. لا يكسفك يا رمزي، على أي حال يعملوا اللي يعملوه، المهم إن إحنا ننفذ خطتنا. لقد خرج الأسد من عرينه ليعيد الحق إلى نصابه. إنه الرجل الذي قال لا لأعداء الحرية ولأعداء الإنسان. الرجل الذي قال لا لحرب فيتنام والحرب الشرق الأوسط والأقصى والأدنى. إنه أبي العظيم. نعم، أبي أنا، أبي فوق الشجرة. تحيا الشجرة! تحيا الشجرة! وليسكت النخل! وليسكت النخل! والآن إليكم أبي. أيها المواطنون، أهالي بلدتي الكرام، إنه لا يسعدني ويشرفني أن أبدأ عهدي الجديد معكم. عهدي الجديد معكم على الخير والمحبة. على الخير والمحبة. وأنا لا أكثر الكلام. وأنا لا أكثر الكلام. وأنا لا أعرف الكلام. أنا لا أعرف الكلام. وإنما أعرف العمل. إنما أعرف العمل. العمل الجاد. العمل الجاد. العمل المثمر. العمل المثمر. العمل المثمر. العمل المثمر. يحيى القرع المثمر. يحيى القرع المثمر. يحيى القرع المثمر. يحيى القرع المثمر. إخواني يسعدني أن أقدم لكم برنامجي. إخواني يسعدني أن أقدم لكم برنامجي. إنه يتلخص في كلمتين. إنه يتلخص في كلمتين. محاربة الأعداء الثلاثة للإنسان. محاربة الأعداء الثلاثة للإنسان. الفقر والجهل والمرض. الفقر، الجهل، المرض. أما بالنسبة للعدو الأول. أما بالنسبة للعدو الأول. فسأبني بيوتا جديدة للفلاحين. فسأبني بيوتا جديدة للفلاحين. وأوفر الطعام لكل فم. وأوفر الطعام لكل فم.
لكل فم، لكل فم، لكل فم، ونحارب الغلاء، ونحارب الغلاء. أما بالنسبة للعدو الثاني، 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 وانت هي كمان بيروح مني. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ أنا هرخص لكم اللحمة والسكر والشاي. هتاكلوا كل يوم لحمة، هتفطروا لحمة، وتتغدوا لحمة، وتتعشوا لحمة. تحيا اللحمة، تحيا اللحمة، تحيا اللحمة، تحيا اللحمة. إخواني، إخواني، لقد قرر أبي التبرع بقطعة الأرض اللازمة لفتح الطريق إلى المصنع. مش كده يا بابا؟ عاجبك كده يا ابو زليخ؟ وافق، وافق. هو في ازاي؟ وافق. موافق، موافق، موافق. عادل، ايه رايك في ناديه؟ من جهه ايه؟ ما تلفش عليا، انت فاهمني كويس. اه، جواز يعني؟ يا ريت يا عادل. يا امي، انت عارفه انا مشغول قد ايه؟ انا مش عايز اظلم ناديه معايا دلوقتي. طب ليه ما تخطبهاش وبعدين تتجوزوا؟ الجواز يعني استقرار، وانا لغايه دلوقتي مش مستقر. مش عارف اذا كان المشروع هينجح ولا هيفشل، ابويا هيوفي وبعده معايا ولا لا، ما انت عارفاه. يعني هتعيش كده طول عمرك؟ لا، مش طول عمري، لحد ما احقق اللي انا عايزه. بس ادعي لي انت يا قمر. يا بكاش. اهلا، اهلا يا ناديه. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ لقيتك ما بتسألش ولا تسأل انا. معلش يا نادية، مشغول قوي قوي اليومين دول. انت بقالك اسبوع ما جيتش البيت. المرحلة دي مهمة قوي يا نادية، لازم نخلص منها قبل شهر. ثم انت ما بتجيش ليه؟ انت مش خلاص بقيت شريكة في المصنع؟ مش مهندس، العربية جاهزة. طيب يا احمد، روح انت. انت وراك مشوار؟ نازل المينا عشان اراجع المكن اللي جاي من بره. يعني ما فيش حد غيرك ممكن يخلص الموضوع ده؟ انت عارفة ان انا مهندس الشركة، وعلى اي حال انا مش هغيب. سالم، سالم، تعال يا سالم. الانسه ناديه، قريبتي وشركتنا في المصنع، باشمهندس سالم صاحبي وزميلي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. معلش يا ناديه، لازم امشي دلوقتي عشان الحق المينا قبل الساعه 2. سالم، عايزك تفرج ناديه على المصنع على الاقل عشان تطمن على فلوسها. اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل يا انا قلت اكيد هلاقيك هنا. انت فين يا استاذ؟ غرقان مع بوب في الانتخابات. في الانتخابات بس؟ ولزوم الانتخابات. وايه اللي معاك ده؟ دي عادة الشغل. انت ناسي اني هبقى وزير ثقافة في وزارة بوب؟ يعني انت جايب ده علشان تثقف؟ طبعا. انت مش قلت انك هتعلميني الرقص اليوناني؟ هعلمك. ده انا حتى ابتديت ازهق، حتى عادل اللي وعدني انه هيفسحني ويفرجني على اسكندريه ما بقتش اشوفه. بتحبيه؟ يعني لو كنت انا اللي قابلتك الاول كنت حبيتيني؟ رمزي، ما تروق. انا ما صدقت اني انبسطت شويه. على رايك، الناس اللي في بيتنا دمهم تقيل يزهقوا. حتى بوب اللي كان مسليني شويه، السياسه تقيلت دمه ومزعل ناس كتير منه. ناس مين؟ حبايبه بتوع الليل. بتوع زمان. منور يا اسماعيل بيه. يا رقصي الحلو.
شكرا يا مسمار الحزن. مين؟ رمزي بيه؟ عاش من شافك. امال فين الباشا؟ الباشا مشغول يبني مصر من جديد. عاش من شافك. هي السياسه وعدها كان تراخر ولا ايه؟ مين اللي كان معاكي بره ده؟ انت بتغير يا حبيبي. بقول لك مين اللي كنت معاه ده؟ نعم يا سي رمزي، بقى تغيب غيبتك وتيجي بهيبتك؟ لا يا حبيبي، انا مش ناقصاك وحياه ابوك. انت مش قلت انك بتحبينا يا بت؟ اسمع يا روح ماما، انا مش بتاعت حب، الدنيا علمتني ان الحب مش في القلب، الحب دلوقتي في الجيب. بتحبني يا روح بابا، اصرف عليا، مش كل مرة تجيلي ايد ورا وايد قدام. انت عمرك ما حبيتها يا نوما؟ امال ايه اللي وصلني للهباب اللي انا فيه ده؟ المنيل جوزي كان بيحبني وكنت بحبه، ده كان عنده قهوه بتجيب الشيء الفلاني، ساب كل ده وقعد جنبي طول النهار يحشش وطول الليل يحب فيا لغايه ما بيعنا اللي ورانا واللي قدامنا. واديني قدامك اهو. رمزي اللي اعرفه. ماله رمزي اللي انت تعرفيه؟ في ايه وحش؟ انا ما قلتش انه وحش، انا اعرف بس انه شقي. ايه ده؟ سيبني اوعى، سيبني يا مجنون، سيبني اوعى. يا مجنون سيبني، بقول لك سيبني. المرة دي بقى مش لازم نسكت ابدا. هي وصلت يحلوا لنا الحزب كمان؟ الحزب بس؟ دول حلوا اسبانيا كمان. لا ده محلول من الاول. العمل احنا هنفضل ساكتين لامتى؟ احنا لازم نجيب عليها وطيها. اسمع، انت من بكره تروح الجامعه وتبتدي تهيج الطلب عليهم. بس انا خايف يمسكوني هناك ويقولوا لي تعالى امتحن في العلمين اللي كنت ساقط فيهم. الله جريا، انت مش قلت لنا ساقط ايد وبس؟ احنا هنتريق؟ هو ده وقته؟ ايه رايك يا رشدي باشا؟ بلاش كلام فارغ. لا ده مش كلام فارغ ولا حاجه يا رشدي باشا. البلد بلدنا واحنا طول عمرنا اللي كنا حاكمينها. هم عارفين ينيلوا حاجه. طب ورينا بقى شطارتك انت يا فالح. طبعا حوريك. في رئاسه ماتت وهيطلعوا جنازتها بكره من عمر مكرم. والبلد هتبقى مقلوبه. سفراء ايه؟ ووزراء ايه؟
وطبالين ايه؟ افهم من كده انك رايح تعزي؟ لا، رايح انقط، ودي فرصتي عشان انحشر بين الناس واقلبها لكم مظاهره. بس لازم تهتف بسقوط شارع الهرم وابو الهول كمان. طب يلا بينا بقى عشان نتكتك. نتكتك ما تشغلش بالك يا رشد باشا ولا يهمك، كله هيبقى على كله. بابا فرحان طبعا. يا بابا انا قلت لك الف مره بلاش تعيش في اوهام، الزمن عمره ما بيرجع لورا. لا هيرجع، الحزب حل نفسه في 60 داهيه، لكن انا موجود وعمري ما هخلي حد يفرح فيا ابدا. يا بابا انت غلطان، محدش شمتان فيك ولا حاجه، ده اهل البلد بيحبوك جدا. بيحبوني؟ بيحبوني من امتى؟ من ساعة ما بعتله بالأرض اللي حبنا عليها المصنع. قلت لي. قصدك إيه يا بابا؟ مفيش أرض ومفيش مصنع. إزاي يا بابا؟ ده كل أهل البلد عارفين إنك بعت لهم بالأرض. يتفلوا. يا بابا، يا بابا أنت أكبر من كده، مش معقول تسحب كلمتك، أنت طول عمرك راجل، والراجل بيتربط باللسان وإيه؟ اخرس يا فندم. عليك يا عادل، تيجي البيت وما تسألش عليا. اهلا نادي. مالك يا عادل؟ انت كنت بتتخانق مع عم رشدي؟ ايوه. ليه كده يا عادل؟ ده من ساعه ما سمع ان الحزب اتحل وهو تعبان خالص. ده تهريج وكلام فارغ، لكن انا مش هسكت. هتعمل ايه؟ هرفع قضيه ضده وهاخد الارض غصب عنه. ازاي تقول الكلام ده يا عادل؟ انت ناسي انه ابوك. انت اللي بتدافع عنه يا ناديه. ده اب يا عادل، ما تبقاش قاسي عليه، حاول تفهمه. حاولت معاه كتير، لكن هو ما بيفكرش غير في نفسه بس يا ناديه. انت عارفه لو المصنع ده ما اشتغلش معناه ايه؟ دي البلد كلها مشتركه فيه. في ناس كتير بعت عفشاوي كل اللي حلتها عشان تساهم فيه، يجي هو يقضي على كل ده بكلمه واحده، وعايزاني ما ازعلش منه. الاب عمره ما يتعود يا عادل. انت ازاي تدافع عنه؟ وهو السبب في اللي جرى لابوكي واللي جرى لك انت كمان. انا كل اللي بطلبه منك انك تراجع نفسك. خلاص يا ناديه، خلاص. هو خد قرار، وانا خدت قرار. ان البيت ده ما اتبناش على حب. مين عارف، يمكن لو كنت اتجوزت ابوكي ما كنتش وصلت للي انا فيه دلوقتي. مساء الفل يا فتيحة. اهلا وسهلا رمزي بيه. امال فين البشوات؟ ايه انت حليت الحزب انت رخرة؟ لا اصل النهارده اجازه. امال فين البت هنومه؟ هنومه اصل ايه؟ اصل ايه يا مالك؟ اصل ايه؟ هنومه اصل ده حد؟ طب اوعى خلينا اتفرج. مش بره بيت. خليك يا هنومة. عاوز ايه يا ولد؟ هتخرجي ولا كسر دماغك؟ ايه
خرب شيطانك يا بوب. كده برضو تعملها من ورايا؟ انت راخر جاي تتشفى فيا؟ اخص عليك يا بوب، انا برضو هتشفى فيك. وعشان ايه؟ عشان الحزب اتحل؟ ما يتحل في 60 دقيقة يا بوب. فوق لنفسك يا بوب، انت مش محتاج لاحزاب، ده انت حزب لوحدك. اخوك شتمني. معاش انه يكلمك كلمة وحشة. يعني انت مش زعلان مني؟ عشان البنت هنومة يعني؟ انا ما اخسرش ابويا عشان مارة. انت اللي ابني صحيح. انا ماليش غيرك يا رمزي. ماليش غيرك. عشان تاخدي بالك كويس من بوب. عايز اخسرك انت. سيبني يا مجنون، سيبني. نادية، بقول لك سيبني. هرزي اطلع برا. مش ممكن، انا مش ممكن اقعد هنا يا عمتي. عندك حق، المجرم طالع زي ابوه تمام. والحل يا عادل؟ مفيش غير حل واحد، اننا نرفع قضيه على ابويا، واكيد المحكمه هتحكم لصالحنا، مش كده ولا ايه يا عزمي؟ القضيه مضمونه، خصوصا ان احنا هندفع التعويض المناسب. يبقى بصفتك محامي الشركه تبدا اجراءات القضيه من دلوقتي. بس يا عادل، مفيش بس ولا حاجه. لو في حل تاني قولوه. كل يوم بيعدي بيعرض الشركه للخساره. المصنع لازم يشتغل خلال شهرين. انت مستني ايه يا عزمي؟ خد عربيتك وانزل البلد دلوقتي على طول. عادل، انت فكرت كويس في اللي بتعمله ده؟ بالتاكيد يا سالم، انا مش مستعد اضحي بمصلحه اهل البلد عشان خاطر انانيه ابويا.
هي يا عادل، انت صعبان عليا، مش سهل الواحد يخسر ابوه. هو اللي دفعني لكده. نسيت ان هو اللي وعدني بالارض دي قدام الناس كلها؟ بس ابوك مش هيسكت يا عادل. ان شاء الله ما سكت، وانا كمان همشي معاه لاخر السكه. لو كل واحد فينا فكر في مصلحته بس، يبقى عمر البلد دي ما هتتقدم. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا ابني. ناديه هنا؟ لا يا حبيبي، دي من صباح ربنا وهي في الغيط. عقبال كده ما ناكل يوم فرحك ان شاء الله يا ست ناديه. صفحه الاول يا حاج، هي مش هتتجوز الشهر الجاي ان شاء الله؟ ان شاء الله. وطبعا يا ست ناديه انت ما انتش محتاجه عزومه. عزومه ايه يا راجل؟ ده انا هعمل لها فرح ما تعملش في البلد كلها. والله يا ست ناديه الواحد ما هو عارف يودي جمايلك دي فين. اتفضل. شكرا. ما تقولش كده يا حاج، كفايه ان كنت ما سبتوشهم الخير من يوم المرحوم بابا ما ساب البلد. الله يرحمها يا بنتي. صباح الخير يا ناديه. صباح الخير يا عادل. اتفضل يا عادل بيه. شكرا يا حاج سعد. ناديه لو سمحتي. متشكره على الشاي، عن اذنكم. اتفضلي. الظاهر انك مبسوطه في حياتك الجديده. الحمد لله. ناديه انت سبت البيت ليه؟ ياه، انت لسه فاكر يا عادل؟ انا معرفش الا النهارده. ايه اللي حصل يا ناديه؟ مصمم انك تعرف؟ مش هسيبك لما اخلص على الساعه. بس يا ما تفهموني ايه اللي بيحصل ده؟ اسال ابنك. ناديه سابت البيت ليه؟ وانت مالك انت؟ ايوه انت مالك؟ ما في 60 داهيه. رشدي اسكت انت. انت السبب في كل اللي بيحصل ده. لا يا باشا مش هي السبب. السبب انت وابنك طالع زيك. اشطة بره بره. انا طالع. اللي ما اقدرش اعيش في بيت قاصر زينا. رمزي لازم اتجوزها يا بوب. انت جننت؟ عاوز تتجوز بنت عدوي؟ بحبها يا بوب، صدقني بحبها. انساها، سيبها له يبلها ويشرب ميتها. ده ابن امه، طلعته زيها. كان نفسي يبقى عندي ولدين مش واحد. انا بكرهه يا بوب، بكرهه. هو فاكر نفسه ايه؟ عشان بقى مهندس يعني؟ طز. انا احسن منه كده ولا ايه يا بوب؟ انت احسن منه الف مره. طز في الشهادات، انت عندك فلوسي كلها هتبقى لك لوحدك. الارض اللي اخدتها الحكومه هرجعها تاني وهكتبها كلها باسمك. بس انا بحبها يا بوب. قلت لك ما تحبهاش. انا وانت ما نعرفش حاجه اسمها حب. احنا ما نعرفش غير القوه، والقوه هي حياتنا. فوق يا رمزي، فوق يا رمزي، والا هتضيع. بس انا برضو مش هخليه يتهنى عليها. موجود يا فندم. حظك حلو، يا دوبك الكيماوي لسه واصل النهارده. قولي لي بقى، معاكي حاجه تاخدي فيها؟ ايوه الجرار بره. انيسه نادي، انا لما سمعت انك بتشتغلي في ارضك بنفسك ما تتصوريش قد ايه زاد اعجابي بيكي. ميرسي قوي. على فكره انا فوجئت لما قالوا لي انك بتشتغل هنا. هنا المشرف الزراعي بتاع الجمعيه، وشغلي في المصنع تطوع زي اغلب شبان البلد. قولي لي بقى يا فندم، انتي نويتي تقعدي معانا على طول؟ اذا كان ده يضايقكم. لا صحيح، بتكلم جد، لانك اتولدتي بره وعشتي طول عمرك هناك، يعني متعوده على جو تاني خالص. لا، هنا حاجه تانيه. هنا حسيت بالامان
وبالحب. ما تتصورش بحس بالامان قد ايه لما ام الخير الست العاميه بتقوم في عز الليل علشان تطمن عليا وانا نايمه. ياما قدامك سكه سفر بعد نقطتين شهرين اسبوعين محطتين قول ان شاء الله. انت هنا؟ انت جيتي يا حبيبتي جدع كتر خيره. عارف ان انت محتاجه للكيماوي، جابلك شوالين وجه. انا خلاص جبت الكيماوي بتاعنا يا خاله. طيب يا بنتي عن اذنكم اقوم الحق العصر. يا صبحه بنتي يا صبحه، دستوركم يا اولاد لا العصر يفوتني. هي دي المقابلة اللي أنا أستاهلها؟ أنا اللي بسأل عليكي وبعرف أخبارك أول بأول. كتر خيرك. يا نادية أنت محتاجة الراجل. لما تبقى أنت الراجل الوحيد اللي فاضل في الدنيا دي كلها، مش هفكر فيك. ليه؟ عشان إيه ده كله؟ لأني بحتقرك، والبيت ده ما تعتبوش تاني. فاهم؟ بتطرديني؟ ايوه بطردك. مش انا اللي انطرد يا ناديه، انا هتجوزك غصب عنك. فاهم يعني ايه غصب عنك؟ غصب عني ده ايه؟ انت صحيح زي ابوك بالظبط، بس انا مش زي امك ضعيفه. عامله لها فرح ما يتعملش لاعيان البلد. مين جايباها؟ ولا بنات البنك؟ الف مبروك يا نادي، فرح حلو قوي. ميرسي يا سامي. عقبالك. عقبالك انت يا نادي. لا انا لسه بدري، لسه ورايا حاجات كتير. وراك ايه؟ ما انت عارف الارض ومشاكلها. بس ايد لوحدها ما تسقفش. انا اخواتي كلهم اتجوزوا وبقيت وحدانا، والبيت بقى فاضي عليا. نادي انا حقيقي ما شفتكش غير مرتين ثلاثه، لكن اعجبت بيكي قوي. فكرني. لازم عادل يكلمك عنها. فعلا. صحيح اللي انا سمعته ده يا نادي؟ سمعت ايه؟ انك هتتجوزي سالم. ايوه. يعني الحكايه جد؟ سالم شاب متعلم وكمان بيحبني، وانا محتاجه راجل يقف جنبي. بس يا ناديه انا. اسمع يا عادل، احنا ما ننفعش لبعض. ازاي يا ناديه؟ ازاي تقولي الكلام ده؟ انت دايما بعيد عني، وعمرك ما فكرت فيا، لدرجه انك اديت فرصه لاخوك التافه يطمع فيا. ناديه انت عارفه ظروفي كويس، انا مشغول في المصنع. المشكلة اللي بيني وبين ابويا. كان لازم برضه تقف جنبي، خصوصا وانت عارف ان انا وحيدة هنا. نادية صدقيني انا بحبك. وانا ما اقدرش اعيش في وسط عيلة كلها بتكره بعض. لكن انت بتحبي سالم يا نادية؟ انا مش صغيرة يا عادل، وعارفة اللي بعمله كويس. ده لمصلحتنا احنا الاتنين صدقني. مالك يا نادية؟ سرحانة في ايه؟ بفكر في الظروف اللي جمعتنا سوا. دي كانت أسعد لحظة في حياتي كلها. وأنا كمان. أنا محتاجة لك يا سالم. أنا إنسانة وحيدة وخايفة. خايفة من المستقبل يا سالم. إزاي تخافي وأنا جنبك؟ أنتِ
انت ما تصوريش يا نادي انا بحبك قد ايه. انت بقيتي كل حياتي. انا حاسه وعشان كده مطمنه. يا ريت يا سالم الايام ما تبعدناش عن بعض. ليه بتقولي كده؟ انا عمري ما هتخلى عنك ابدا، ومفيش قوه في العالم هتفرقنا عن بعض. مصطفى حافظ ابو حسين. ايوه يا باشمهندس. حمل 12 كيلو ونص. بقيت الكميه امال فيها يا باشمهندس؟ يا ابو حسين ماشي حالك بالكميه دي لمده اسبوع عقبال ما توصل الطلبيه الثانيه. ربنا يخليك ويعمر بيتك يا امير يا ابن العمره. اللي بعده. ايوه رمزي. ايوه رمزي يا ابن ابو ربيع، مالك لونك اتخاطف كده ليه؟ ايه اللي جابك هنا يا ابن الباشا؟ ابن باشا غصب عنك وعن اللي خلفوك. اسمع انا جاي احذرك، ابعد عن سكه ناديه. بس ناديه بقت خطيبتي. احنا بقى بصراحه نسبك ما شرفناش. امشي اطلع بره. امشي. شوف بقى ناديه دي تبقى قريبت انا، ومش هسمح لاي مخلوق يهوب ناحيتها، انت فاهم؟ اوعى انت وهو، وانت الجاني على روحك يا ابن ابو ربيع. ميرسي يا سالم، بس انا مش عايزاك تزعل من اللي عمله رمزي. رمزي؟ رمزي ده تافه، مش لازم حتى نتكلم عليه. قولي لي بقى. نعم. هنكتب الكتاب امتى؟ خد كمان الشاي الاول. يوم الخميس الجاي؟ زي ما انت عايز. ايه؟ طب هستأذن انا بقى. لسه بدري. انا هفرحهم في البيت قبل ما يناموا. قتلته ازاي؟ بالمسدس ده.
سمعته خارج من عند ناديه ما تقطش. انا حذرته قبل كده ما سمعش كلام. حد شافك؟ لا. طيب مالك؟ بتتفرج كده ليه؟ وشك زي الليمونه. روح اغسل وشك، خش اقعد وسط الناس، اوعى يبان عليك اي حاجه. انت قاعد هنا من الصبح فاهم؟ روح ابعت فجيه. يلا رمزي فين؟ رمزي فين؟ في ايه؟ رمزي ابنك قتل سالم ابن ابو ربيع. بتقول ايه؟ قتل سالم ابن ابو ربيع. سالم مات. سالم اتقتل وابنك اللي قتله. ليه؟ منهم ايه؟ ناديه. انت متأكدة من الكلام ده؟ إلا متأكدة يا سعادة البيدي. جريمة قتل ده يا حبة عيني ما يقدرش يذبح فرخة. ده الدماشة يا سعادة البيت. كان عندك بيعمل إيه؟ زي كل الناس دي ما كانت بتعمل. أنا بقى بحب الناس والناس كلها بتحبني، وعشان كده بيجوا يسهروا عندي. بلك أنت لو شرفتني يا سعادة البيت هتلاقي عندي أعيان البلد. حنظر ده اجراء غير قانوني، وانا حبلغ وزير الحقانيه شخصيا بشرفي شخصيا. انت اسمك ايه؟ اسماعيل بيك ثابت. الاسم الثلاثي بدون القاب. بدون القاب. اسماعيل ثابت مفصلي. انت بتشتغل ايه؟ بشتغل ايه؟ عضو حزبي منحل. عضو حزبي؟ هو ايه اللي وداك مكان زي ده؟ ايه فيها ايه؟ كنا بنعمل دعايه انتخابيه بنقوي بيها الحزب. فعلا انا شفت رمزي ابن رشدي باشا كان معانا هناك من المغرب. الله، هي الزيارات ممنوعه يا حضرة الضابط؟ الزيارات مش ممنوعه. امال ايه؟ بس المخدرات والدعاره واخفاء المجرمين هم دول الممنوعين. هناك خطا في اجراءات المعاينه والقبض والجرجره، ثم احنا ناس مش مسخره. طب انت كنت هناك بتعمل ايه؟ انا كنت بحلم بمستقبلي السياسي، وصحيت لقيت نفسي كده. ابراهيم بيه؟ نعم. نام تاني. بس قولي لي يا فكيه. نعم يا بيه. هو كان عندك بالنهار كمان؟ مش كان عندي بالظبط، كان ما تنطقي يا بنت هنومه. ايه الحكايه يا هنومه؟ رمزي كان معايا طول النهار في البندر يا بيه. كنتوا بتعملوا ايه؟ يوه، كنا بنتفسح بنشم هوا. ولا ده كمان ممنوع؟ خدهم يا عسكري بقيتهم في الحجز عبال ما نعرضهم على النيابه. حجز؟ حجز ايه يا حارس ظابط؟ وانا عربيه نصر؟ اسماعيل بيه نصر فيت من هنا. يلا حاضر يا مونتي مارش. ايه دي حاجه تجنن يا عم. يلا يا عسكري امشي يا ابني. تصور يا ناديه، في نفس اليوم اللي اتقتل فيه سالم كسبنا قضيه الارض، والحكم هيتنفذ بكره. سالم كان بيحلم باليوم اللي انفتح فيه المصنع، علشان كده لازم احقق له حلمه. ايه قيمه الحاجات دي كلها؟
قدام موت انسان. على كل حال البوليس لسه بيعمل تحرياته. تأكدي ان رمزي مش هيفلت ابدا. اوه البوليس اتأخرت يا علي. ما تقلقش زمانها جايه ومعاك محضر. ايه اللي منزلكوا الارض دي؟ امشي اطلع منها انت وهو. الارض دي ارضنا خدناها حكم المحكمة. اطلع من الارض يا ولد واسحب الجرابيع بتوعك دول. امشي مش طالع ومحدش فينا هيسيب الارض. لو ما طلعتش انت وهو اول واحد هقتلك. اقتل يا دي حاجة جديدة عليكم؟ اقتل يا رشدي باشا اقتل اقتل هقتلك. طمني يا دكتور. حالته خطيرة جدا. عنده ايه؟ للأسف ذبحة صدرية. ألف سلامة ليك يا بوب. شفت أخوك عمل فيا إيه؟ ده مش أخويا ولا أعرفه. موتني وأخد أرضي. أنت مش هتموت يا بوب. والأرض مش هتضيع. كان نفسي أكتبها لك. كان نفسي أطمن عليك قبل ما أموت. قلت لك مش هتموت يا بوب. مش هتموت. والأرض كمان مش هتضيع طول ما أنا عايش. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك يا بوب. ما أقدرش أعيش من غيرك يا بوب. مبسوطة طبعا عشان كلمة تدافع عنه. أبويا بيموت وعادل ابنك هو السبب. أنا لأبوك هو السبب. أبوك عايز يحيي ماضي مش ممكن يرجع تاني. وانت كمان حبيتي ترجعي الماضي بتاعك. عمرك ما حبيتي ابويا. رحت جبت بنت غريمه وحطيتيها في البيت قدام عينيه وانت شفت اللي حصل لغايه دلوقتي. قتلت سالم. ايوه قتلت زفت. وحاتل اي انسان يتعرض لابويا كمان. اسمعي انا عايز اقول لك حاجه. عادل ابنك لو ما بعدش عن سكتي انا مش هسكت له. ابويا ايده اترعشت لكن انا ايدي مش هتترعش. انت مش ممكن تكون ابني مش ممكن. طبعا هو بس اللي ابنك. طول عمرك بتحبيه هو وبتكرهيني انا. قلب الام عمره ما يكره. روح صالح اخوك وسلم نفسك للبوليس. يمكن ربنا يسامحك. روح يا رمزي روح. انا خارج بس يكون في علمك عادل ابنك لا هياخد الارض ولا البنت. ايه اللي بيحصل ده؟ ليه ده كله؟ ليه؟ ده كان عايز يقتلني يا ناديه. تصوري؟ لا يا عادل مفيش اب بيقتل ابنه. ثم انا سمعت انك انت اتحديته وهزقته. كان غلطان. انا كنت بطالب بحق الناس. في الف طريقه وطريقه. كان ممكن تستنى البوليس لما يجي ينفذ الحكم. انت بتدافع عنه يا ناديه. يا عادل يا عادل انت عارف ان انا اكتر واحده اتضريت بسبب ابوك. لكن ده مش معناه انك تتخلى عنه في وقت زي ده. طول عمره بيكرهني. بس ده بيموت. عارف يعني ايه بيموت؟ انت لازم تروح له دلوقتي حالا. وتفضل جنبه طول الوقت. عارف لو مات هو غضبان عليك مش هتسامح نفسك ابدا. يلا يا عادل يلا يلا ما تضيعش وقت وانا هاجي معاك. حاضر حاضر يا ناديه. ما تصوريش انا بحترم جدي. تعرف يا عادل أنا لما سالم اتقتل فكرت أسيب البلد وأمشي.
لكن رجعت وقلت لا، انا مش هعيد الماضي، لان البلد دي بلدي والارض اللي فيها ارضي. واذا كان سالم مات فالارض عمرها ما بتموت. انا عارف يا نادية انك مجروحة مننا، لكن انا وانتي لسه قدامنا وقت طويل. اظن في حاجات كتير اتغيرت. فعلا حاجات كتير اتغيرت، بس انا كمان اتغيرت. الظروف اللي عشنا فيها ما كانش ممكن تخلق بينا حب. هو انت ايه اللي جابك تاني؟ جاي تتفرج عليا وانا بموت؟ جرى ايه يا رشدي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده ابنك وجاي يطمن عليك؟ ده لا ابني ولا اعرفه. يا بابا انا ابنك، عمر الدم ما يبقى ميه. خلاص خدت الارض والمصنع، عايز ايه تاني؟ عايز ارضاك عليا يا بابا. ارض ايه؟ مصانع ايه بس؟ مفيش حاجه في الدنيا تساوي رقدتك دي. عادل ملوش بركه الا انت يا عمي. ننسى الماضي ونفتح صفحه جديده. الله 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 الله، اجتماع عائلي قطع القلب. ما شاء الله العائله الكريمه كلها هنا برابطه المعلم. يا هندسه صالحت ابوك؟ خلاص صفيت كل حاجه؟ تعالى يا رمزي. اجي فين يا بوب؟ انا خلاص ما بقاليش مكان في وسطكم كده. اضحك عليك بكلمتين فارغين يا بوب؟ نساك اللي فات كله ونساك الارض؟ تعالى يا رمزي واخذ الشيطان. وفاكرني هسكت؟ لا يا باشمهندس، لا كده يبقى شكلها وحش قوي. انت فاكر انك هتلهف مني الارض وناديه وكمان بوب؟ لا ده انت تبقى طماع قوي. اي واحد هيتحرك هضرب بالرصاص. قاعد يا رمزي ما تبقاش مجنون. ما حدش يقرب خالص. اضرب يا كمان. اقتل اخوك قبل ما تقتله تاني. انا الاول قد ما بكرهك. ارجع يا رمزي. Thank you.